عنوان الحلقة اليوم كان هو الحلقة هي ضمن النشاطات الدورية للسيمينارات لقسم هندسة تقنيات الحاسوب. عنوان الحلقة كان عن اللاي فاي تكنولوجي، مقدمة عامة كانت عن اللاي فاي تكنولوجي ومقارنتها مع الواي فاي تكنولوجي. الكثير من الناس واليوزرز ومجال التكنولوجيا أو خارج مجال التكنولوجيا يعرفون شنو الواي فاي تكنولوجي، لكن اللاي فاي تكنولوجي وهي استخدام اللايت، استخدام الضوء في نقل الإشارة أو نقل الداتا بالإنترنت باستخدام الضوء بدلا عن الموجات الراديوية. البرزنتيشن كان عبارة عن مقدمة المنشأ لهذه التقنية بال 2011 عن طريق العالم هارلد هاس جامعة إدنبرا بمؤتمر تيدكس، أعلن عن التقنية وبدأوا يشتغلون بها بالمختبرات وأسسوا شركة بيور لاي فاي بيور حتى تنزل الأسواق هذه التكنولوجيا بأقرب وقت إن شاء الله. طبعا نشكر الأستاذ الدكتور سيد عميد الكلية المحترم لحضوره البرزنتيشن، حضوره الحلقة النقاشية ودعمه لنا، وأيضا وصى بأنه أي أجهزة تحتاجوها لتطوير هذه التقنية ولشغل مشاريع بخصوص هذه التقنية ممكن الجامعة توفرها، وإن شاء الله إحنا عندنا مشروع راح نبلش بهذه التقنية بالذات لنقل صورة أو صوت باستخدام الضوء بداخل الجامعة إن شاء الله بالأيام القليلة القادمة وخلال الأشهر القادمة إن شاء الله نتواصل وياكم حول هذا الموضوع. ونشكر طبعا السيد رئيس قسم هندسة تقنيات الحاسوب الأستاذ مساعد الدكتور علي أحمد عبد أيضا لحضوره والسادة التدريسيين الأكارم.